رومان فيلابوف، الطيار الروسي الذي لقي مصرعه بعد إسقاط طائرته شرق إدلب قبل أيام. تقول وزارة الدفاع الروسية إن جثته وصلت إلى موسكو بعد جهود استخباراتية مشتركة مع نظيرتها التركية. وبينما كانت الشموع تضاء في مدينة سيفاستويل الروسية ضمن مشهد أريد له عنوة أن يكون مؤثرا بقلب الطيار والجلاد الروسي إلى ضحية، كانت طائرة الاحتلال الروسي وقبلها طائرة القتيل فيلابوف تشعل النار في مدن إدلب وريفها بالقنابل الحارقة والفسفور. هذا نابانيا. الفعل الإجرامي الروسي لم يتوقف على المجازر والقصف، بل أعلنت الدفاع الروسي منح الطيار وسام بطل روسيا الاتحادية لقاء جهوده أثناء أدائه الواجب العسكري والإغاثي فوق منطقة خفض التصعيد بريف إدلب. هذا الواجب الواضح بحجم القصف على المدن والبلدات، تضيف الوزارة، فتنسج قصة سينمائية موجهة للداخل الروسي، وتدعي أن الطيار قاتل المسلحين بعد هبوطه بمظلته إلى الأرض قبل أن يفجر نفسه بقنبلة يدوية. الرواية الروسية تستند إلى مقطع مصور غير واضح المعالم انتشر قبل أيام لصوت إطلاق رصاص أثناء تجمع مقاتلي الفصائل بجانب جثة الطيار وليس بعيدا عنه، حتى يقال إنهم في وضع قتالي، فيما يشير ذات المقطع إلى أن العناصر المجتمعة قرب الجثة كانت في حالة ترقب لأي غارة جوية، وأن إطلاق النار على الأغلب كان للتصدي لطائرة روسية أخرى. أضف لهذا وذاك الصورة التي انتشرت للطيار القتيل والتي تشير إلى سقوطه على الأرض بشكل حر، أي أنه قتل قبل ارتطامه بعنف وتكور أعضاء جسده بهذا الشكل. إلا أنه وفي جميع الأحوال يقول ناشطون سوريون إن قوات الاحتلال الروسي نقصت طائرة وطيارا وهو المهم في الأمر. وفيما يأتي إسقاط الطائرة بعد أسابيع على إعطاب 7 طائرات روسية داخل قاعدة حميميم المحصنة، يبدو القلق الروسي متجها حاليا لنوع الصاروخ المستخدم في إسقاط الطائرة بريف إدلب، لا سيما أن الطائرة سو-25 المسقطة والملقبة بالطائرة الدبابة كانت تحلق ضمن المنطقة الآمنة المقدرة ب5000 متر، فضلا عن مقدرتها على التشويش وإطلاق البالونات الحرارية.